تفسير رؤية التين في المنام. التين هو من الفواكه اللذيذة التي لها فوائد عديدة تمد الجسم بالعديد من العناصر والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامين سي، كما أن أكله مفيد لعلاج سرطان البروستات، كما أنه ينشط عمل الكبد ويزيل تضخم الطحال، يعالج أمراض الصدر والرشح والزكام، ومنقي للكلى ويفتت الحصوات. هذا أقل ما قيل عن فوائد التين، فهو كنز الكنوز من الفوائد الصحية وكمادة غذائية. ورؤيته في المنام يختلف تفسير الرؤيا حسب حالة الشخص وهل هو أعزب أو متزوج، وفي كلتا الأحوال التين يدل على الأموال والثروات ويدل على الحالة الإيمانية الجيدة. تابعوا معنا. تفسير حلم أكل التين للعزباء. التين في المنام يدل على الأموال والثراء، ويدل أيضا على النجاح والتفوق في الحياة الدراسية والعمل وكذلك الحياة العائلية. وإن رأت الفتاة العزباء أنها تأكل تين فهذا يدل على ثرائها قريبا، كذلك على نجاحها واجتيازها مراحل صعبة من حياتها. وأكل التين المجفف يدل على المال بدون تعب وبدون مشقة، كما يدل على زوج يتصف بصفات حميدة وله مركز مرموق. تفسير رؤية قطف التين في المنام للمتزوجة. قطف التين في المنام للمتزوجة يدل على الخير الكثير، يدل على الأولاد والأموال، وأكل التين في المنام يدل على المنافع التي يحصل عليها صاحب الرؤيا، سواء منفعة من خلال الزوج أو من خلال الأولاد، وقطف التين دون أكله يدل على الهموم والأحزان. شراء التين في المنام. التين في وقته يدل على الرزق من أولاد وأموال، فمن رأى في المنام أنه يأكل التين بشراهة ونهم دل ذلك على مال يأتيه بلا كد، وقد يدل على كثرة الأبناء. والتين رجل صالح ذو تقوى وإيمان، وغير مستحب شراء التين في المنام، فقد يدل على الهموم والأحزان وكذلك على الحسد. رؤية التين المجفف في المنام. التين المجفف في المنام يدل على الحصول على أموال بلا تعب بإرث أو هبة، وكثرة التين المجفف تدل على الانتقال لمنزل جديد أو وظيفة جديدة مرموقة وربما ترقية في العمل. التين المجفف في المنام يدل أيضا على النجاحات والتفوق في الدراسة، وللعزباء يدل على زواجها من رجل ميسور الحال له مكانة عالية بين الناس وله سلطة ونفوذ. تفسير حلم أكل التين من الشجرة. من رأى في المنام أنه يأكل من شجرة التين فهذا يدل على رزق خالص له، كما تدل هذه الرؤية على الإنجاب للمرأة المتزوجة وكذلك للرجل المتزوج، وعلى الزواج للعزباء من رجل ثري ذو مركز وشأن عظيم.